صباح الخير يا مدام. لسه زعلان يا علي؟ مفيش زعل في الشغل. صلاح بيعلمني ان افصل ما بين المهني والشخصي. الله يرحمه. علمني حاجات كتير انا كمان. منها ان في ناس كده ما ينفعش تخسرهم. بالذات اللي بتثق فيها. الثقة بقت عملة نادرة قوي في الزمان ده. لا ايه. بس الثقة دايما لازم تكون طريق من اتجاهين مش من اتجاه واحد بس. عندك حق. وانا مش هطلب منك تثق فيا وفي قراراتي عمياني كده. ده حتى ما يبقاش فير. بس في نفس الوقت انا مش هينفع اخد رأيك في كل حاجة قبل ما اعملها. والا بقى تيجي تقعد مكاني احسن. عفو. لا طبعا. بس انا بحب افهم. تعرفين؟ لو ده ما يضايقكيش طبعا. ما يضايقنيش طبعا يا علي. ومن النهاردة أنا بديك تصريح تسألني في أي حاجة في أي وقت وأوعدك إني هجاوبك بصراحة. حلو الديل ده؟ حلو. طيب أنا ممكن أستغل التصريح ده وأسألك دلوقتي؟ للأسف أنا دلوقتي لازم أمشي، عندي ميعاد مهم لازم أستعد له. بس في نفس الوقت أنا عايزة أظبط معاك سكاديول الأسبوع اللي جاي كله. في ناس كتير أوي مهمين عايزين يقابلوهم. شوف مين الأهم ورتبهم أنت بمعرفتك. حصل من بدري. هبعتهم لك على الميل. راجعيهم براحتك وبيكلميني. شفت؟ طب الاقي زيك فين انا بقى؟ ده انا اخويا نفسه ما بيهتمش بيا كده. رمز ده الخير والبركه. على فكره رمز هنا من بدري. رمز هنا؟ منه لنفسه كده من غير ما اكلمه؟ يعني زار كده من المكان هنا عاجبه. عاجبه ازاي؟ في بنوته هو بيقوم حواليها. شكلها كده عاجباه. يعني بنت من بتوع السيلز. بس بقول لك ايه؟ انا ما قلتلكيش حاجة. بنت من السيلز؟ ماشي. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.